لا ايش فيه؟ والله ما يصير. احمد الفراج نبي 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 كلمه وداعيه بس. انت لو ما كنت معنا انا نعتبرك معنا. لا انا كنت معكم حتى لو ما كنت موجود هنا، كنت اتابعكم واستمتع واعيش ما يعيشه المشاهد. لذلك الفراق دائما صعب والنهايه دائما قاسيه، لكن اللي قدمتوه خلال 25 ليله مع الليله هذه اتوقع انه كان جدا ممتع وشيق. الان انتهت رحله ليالي الواقع وتنتظركم رحله برنامج البزنس. قناه الواقع دائما من نجاح الى نجاح. شكرا لكم، شكرا لمحمد الزعيزعي وحمد السعود، شكرا راكان، شكرا مهند الفيصل، شكرا عادل على كل شيء قدمتوه خلال 25 ليله. كانت ممتعه، كانت جميله جدا، استمتعوا المشاهدين، كنتوا خفيفين ظل، كنتوا مليئين بالفائده والمتعه والتشويق. شكرا لكم على كل شيء قدمتوه، شكرا لانكم اعطيتوني الفرصه اني اكون معكم الليله. انت اللي شكرا لك احمد الفراج. مهند للامانه 25 يوم مرت بسرعه، مرت بسرعه بشكل كبير للامانه. انت عمدت اني البس جاكيت محمد مساه معاي. شكرا محمد الزعيزعي، وشكرا محمد كذلك على الايام الماضيه الجميله، شكرا ضيوفنا اللي جونا في البرنامج، شكرا لكم انتم مشاهدينا. لولا الله ثم انتم ترى ما كان لا القناه تعبت ولا احنا حضرنا ولا اجتهدوا اللي في الكنترول ولا الشباب حاولوا قدر المستطاع انهم يظهرون على الشاشه بصوره حسنه. لو انه ما نام زين ولو انه تعبان ولو انه ما له نفس يضحك الا انه يضحك لاجلكم. ف لحظات الوداع كرهتها من يوم خرجت في كاريزما، كرهتها جدا، حتى الشيله هذه ما عدت اطيقها، لكن شكرا لكم وان شاء الله باذن الله تلتقون احبابكم في برنامج البزنس بحله جميله وجديده ولائقه بكم. تفضل يا ركان. انا اقول بشكل غير مألوف طبعا، لا حد يبكي، لان بيقابلكم ان شاء الله شيء فيه نقله نوعيه، شيء بيحوز على رضاكم، ما هو مجرد كلام، ترى كلها ايام معدوده بس بتشوفون كلام، يعني سواء تكلمت انا او لا انتم بتشاهدون بعينكم بتشوفون شيء يفوق الوصف ان صح التعبير. اللي بقوله عن ال 25 ليله، طبعا انا قضيت تقريبا نصفها مع الشباب، وللامانه من اجمل واسعد الليالي العمر. حسيت اني كملت شوي مسيره كاريزما، وقفنا هنا، انتظرنا الان برنامج اخر. للامانه كلنا متشوقين لرؤيته، وان شاء الله اتمنى لقناه الواقع وكادرها من نجاح الى نجاح، وفقنا الله واياهم لما يحب ويرضى باذن الله. اما فيما يخصني انا حبيب، اللي تشرفت حقيقه بانه الحلقه الختاميه من ليالي الواقع تكون تحت ادارتي، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. حاب اقول حتى وان جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، حتى وإن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فتلك أقدار الله والخيرة فيما يختار جل في علاه. دائما نقول حنا أن الغيابات المتكررة هي بروفة وداع، بداية أو بدأها محمد الزعيزعي حينما غاب لظرفه، وبعدها حمد السعود حينما غاب أيضا لظروفه، وكأن حمد ومحمد أعطونا بروفة مصغرة من الوداع الأكبر اللي قاعدين نعيشه الآن في هذه اللحظة. لذلك نيابة عن حمد ونيابة عن محمد وبحضور ركان ومهند وحبيبي أحمد الفراج، نقول لكم إلى أن نلتقي ربما قريبا ربما بعيدا، المهم أن نراكم على خير. في أمان الله. مع السلامة. في أمان الله. المهم ان نلتقي. لو ما التقينا الحين التقينا بس في الجنه بحول الله ان شاء الله، في الدنيا وفي الاخره. جميل. ليالي الواقع، ليالي الواقع، النصحي والارشاد والمشهد النافع. ليالي الواقع، ليالي الواقع،
النصحي والإرشاد والمشهد النافع البذل والإصلاح ليالي الواقع وصحبة الأخيار ليالي الواقع ليالي الواقع.